عفوا ايها النجم الساحلي، السما بتاعتنا مش بتاعتك خالص، السما بتاعتنا بعيد عنكم كده، مليانه شهب حمراء بتحرق اي حاجه تيجي فيها. السما بتاعتنا مكتوب عليها محجوز لنجم واحد فقط، هو نجم النادي الاهلي. الف 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 مليون مبروك لكل الاهلاويه، الف مليون مبروك لكل الاهلاويه اللي بيحبوا ناديهم بجد، اللي دعوا النادي الاهلي بجد. الف مبروك لكل من ينتمي ويستظل بشعار النادي الاهلي الكبير، شعار النادي الاهلي العظيم. الف مبروك من هنا للسنه الجايه لعبور النادي الاهلي لنهائي بطوله ابطال افريقيا ان شاء الله، اللي هيقابل فيها الوداد المغربي. كل التوفيق للنادي الاهلي وجماهيره وكل من ينتمي اليه. الف مبروك هذا النصر الكبير، 6 أهداف مقابل هدفين، الحمد لله والشكر لله. يعني في ظل الازمه اللي احنا فيها وفي ظل الزعل اللي احنا فيه، لكن النادي الاهلي يابى ان تمر هذه الازمه مرور الكرام، لازم يفرح كل الشعب المصري بعد الحزن الكبير اللي تعرضنا ليه يعني اليومين اللي فاتوا. الف مبروك مره ثانيه، والف مبروك مره ثالثه، واي فرحه هنعبر بيها مش هتنسينا في يوم من الايام. اي شهيد بيقع، خصوصا انه يكون شهيد بيدافع عن ارض مصر وشعب مصر، مبروك ليجو ثاني، مبروك لكل مصر عموما، لان ده فرحه بتفرح بيها مصر كلها. يعني بطوله افريقيا ان شاء الله النادي الاهلي يجتازها باذن الله ويفرح كل الشعب المصري والعربي. ارحب بضيوف الكرام، كباتن الكبار كابتن شريف عبد المنعم، اهلا وسهلا بيك.